السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعين قناه مزارع المغرب. كما قلت لكم في الفيديو اللي كنا نشرنا البارح، ها نتوما كتلاحظوا معنا هذا تفقيس اخرى ان شاء الله الرابعه لهذا الموسم هذا ان شاء الله. درنا في ربيع ديال السمان واحد مع الاخ من اكادير، واحد الاخ من مكناس، اللهم بارك واحد 1800 بيضه هكاك. كما كنحطوا الشبكي ديالنا هما هادو، هادو هما الشبكي ديالنا، وحنا غادي نعسوا البيض ان شاء الله في الشبكي باذن الله تعالى. اليوم عنده 16 كيلو، غادي نعسوه ان شاء الله تعالى. خليكم معنا.